دايما الافكار الحلوه بتعمل مود حلو، وساعات بيبقى الاحتياج لحاجه مختلفه وغير معتاده سبب في الابداع في تجميل بيوتنا وابتكار الديكورات، زي قصه ظهر السرير دي اللي بصراحه فتحت قدامي كنز كبير قوي من الافكار الحلوه. تعالوا نتفرج على التقرير ده. ظهر السرير، هنقدم لكم النهاردة أفكار رائعة لعمل ظهر سرير جميل بدون استخدام الظهر الخشبي التقليدي. في البداية يجب أن يتم البحث حولكم وإلقاء نظرة على بعض الأفكار والتي قد تبدو غريبة للآخرين، لكن إحنا واثقين إن التجربة هتكون مذهلة وأثبتت جودتها دائماً. فمثلاً يمكنكم مشاهدة بعض هذه الاقتراحات وتطويرها الآن. فمثلاً يمكنك استخدام عصا الستارة فوق السرير وتعليق حبال أو خيوط ملونة تليق بالحجرة أو قطع مكرمية تتدلى منها لتكون تشكيل رائع خلف السرير. وكمان ممكن تعليق قطع قماشية كمعلقات مثل قطع السوزاني الأوزبكستانية المطرزة بالأشكال التالية فوق السرير، حيث يمكنكم بروزتها وتنجيدها تنجيد خفيف رفيع وتعليقها فوق السرير، أو تعليقها على الستارة بحلقات، أو تعليقها مباشرة على خشبة الستارة فوق السرير. ويمكنكم تعليق مجموعة من العقادة كشرابات الستاير وشراشبها المصنوعة من الخيوط بتشكيلات وتكوينات مبتكرة فوق السرير. يمكنكم تكوين مجموعة من درجات الألوان الحجرية وتعليقها في مربعات فوق السرير، وتكون من الأقمشة القطيفة أو الدونتيل أو حتى الباتش وورك التي تصنع بها الألحفة المبهجة الملونة، أو حتى يمكنكم جمع مجموعات من السجاجيد الملونة وتنسقها في مجموعات مكونين برواز كبير كخلفية أيضاً للسرير. يمكنكم أن تجمعوا عدداً من الصور العائلية ثم تقوموا بوضع وتثبيت هذه الصور على الحائط فوق السرير، ويجب أن تكون هذه الصورة مرتبة بنظام وباختيار واضح حتى يتم وضعها منسقة حسب ذوقكم حتى يتم ظهورها في أفضل صورة. هناك العديد من طرق عمل ظهر سرير مودرن أيضاً بالبحث في أدراككم ودواليبكم عن البقايا الخشبية التي تم التخلص منها والتي لا تحتاجونها، سواء رف أو إطار النافذة القديم، يتم إخراجهم ومعرفة حجم السرير ثم تقومون بتجميعها وطلائها بألوانكم المفضلة. باختصار يمكننا أن نقول أنه بواسطة القطع القديمة في المنزل والتي تعتقدون بأنكم لا تحتاجونها وأنها لن تكون لها استخدام في المستقبل والتي يمكن استخدامها، تقومون بتجديد القطع الأثاث القديمة وكأنكم قمتم باستبدالها بأثاث جديد. يمكنكم أيضاً استخدام بعض الأفكار الأخرى التي تكون بسيطة وغريبة في نفس الوقت، مثل استخدام قضبان الستائر أو حلقة الناموسية أو وضع تاج السرير تنسدل منه أقمشة جميلة، حيث تعتبر هذه الطريقة والأسلوب من أفضل الطرق في جعل شكل خلفيات السرير رائعة وجذابة وكأن السرير أصبح ملكياً. الأفكار لا تنتهي، جربوا بس وإحنا هنقدم لكم أفكار كتير غيرها.